السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرحه نص نحن الكشافة لأمير الشعراء أحمد شوقي. مين فينا ما يعرفش أحمد شوقي يا جماعة؟ أحمد شوقي هو أمير الشعراء، من أكفأ الشعراء في مصر وفي الوطن العربي بأجمعه وفي العالم كله. النص من 1 لـ4. 1: نحن الكشافة في الوادي جبريل الروح لنا حادي، يا رب بعيسى يا رب بعيسى والهادي، وبموسى خذ بيد الوطن. كشافة مصر صبيتها، ومناة الدار ومنيتها، وجمال الأرض وحليتها، وطلائع أفراح المدن. الشرح من 1 لـ4: نحن الكشافة، كشافة وادي مصر، ندافع عن وطننا، وجبريل يمدنا بالقوة التي تمكننا من الدفاع عن وطننا. يا رب نسألك بفضل عيسى والهادي محمد وبموسى عليهم السلام أن تأخذ بيد وطننا لينهض. نحن كشافة مصر، نحن أمنية الوطن التي يرتقي إليها، ونحن مستقبل المشرق، نحن زينة الأرض وجمالها، ونحن مقدمة أفراح المدن وبهجتها. المعاني، الكلمة ومعناها، وين الكلمة ومعناها؟ صبية مفردها صبي وهو الصغير، وعكسها الشيخ، منيتها كل ما يتمناه الإنسان، وجمعها منى، طلائع أول ومقدمة وجمعها طلائع، منات الدار أمل الوطن وجمعها دور وديار، حليتها زينتها، أفراح سعادة مفردها فرح وعكسها حزن. الكشافة جماعة الكشف ومفردها كشاف، جبريل ملك الوحي عليه السلام، حادي الذي يغني للإبل كي تسرع، وهي الحداة جماعة حداة، خذ بيد ساعد وعكسها اترك واخذل. الوادي وادي النيل، أودية جماعة أودية ووديان. الروح لقب جبريل جماعة أرواح. الهادي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وجمعها هداه الوطن جمع الأوطان، الوطن أنا آسف، والمكان الذي نأوي إليه. النص من 5 لـ8: نبتدر الخير ونستبق، ما يرضى الخالق والخلق، بالنفس وخالقها نثق، ونزيد وثوقا في المحن. نبني الأبنان الأبدان وتبنينا، والهمة في الجسم المرن، في الصدق نشأنا، والكرم والعفة عن مس الحرم. المعاني من 5 لـ8: نبني نشيد وعكسها نهدم، الهمة العزم القوي وجمعها الهمم، المرن اللين وعكسها المتصلب، أكرم الجود والسخاء وعكسها البخل والشح، مس ملامسة والاقتراب منه. الأبدان الأجسام مفردها بدن، الجسم البدن جمعها أجسام وجسوم، الصدق الحق وعكسها الكذب، العفة ترك الشهوات وعكسها الدناه والخسة، الحرم ما لا ما ترك الدناءة والخسة، الحرم ما لا يحل انتهاكه مفردها حرمة وعكسها الحلال. الشرح من 5 لـ8: الكشافة تبني الأجسام استعدادا لخدمة الوطن، ولديهم عزيمة حقيقية في أجسام مرنة قوية، ولقد نشأوا على الصدق والكرم والعفة والصفات الحميدة التي تبعدهم عن ارتكاب الحرام. التعبيرات الجمالية في النص كله: يا رب، أسلوب نداء غرضه الدعاء، ابتدر الخير، تصوير للخير بشيء مادي يسارع كشافة إليه مما يدل على حبهم للخير، نبني الأبدان، تصوير للأبدان ببناء مما يدل على قوة أجسام الكشافة، نبني وتبنينا أفعال مضارعة تفيد التجدد والاستمرار. أشكركم على متابعتكم ليا، إن شاء الله تدعموني في دروس قادمة إن شاء الله، وشكرا.